لشؤون الأسرى والمحررين، أسعد الله صباحك بكل الخير سيد حسن. أهلا وسهلا بك. يعني أنا أتحدث عن مقاطعة لمحاكم الاحتلال، عن مطالبات بطاقم طبي لسجن الأسيرات في الدمون وأبو حميد في غيبوبة. نبدأ بهذه المحاور سيد حسن، وبداية للإطمئنان على وضع الأسير أبو حميد. بالتأكيد يعني ملف الحركة الأسيرة والأسرى في هذه الأيام مزدحم ومكتظ بالأحداث والتطورات المؤلمة والصعبة، والتي من ضمنها قضية الأسير ناصر أبو حميد كنموذج للحالات المرضية الصعبة في داخل السجون، وهو أكثرها حراجة حيث لا زال في حالة الخطر الشديد في مستشفى برزلاي الإسرائيلي، وهو مهدد بالارتقاء شهيدا في أي لحظة بسبب دخوله في حالة غيبوبة منذ 12 يوما، وهو على أجهزة التنفس الاصطناعي نتيجة إصابته بالتهاب جرثومي حاد في الرئتين وفقدانه للمناعة، وكان خضع لعملية استئصال جزء من الورم السرطاني في الرئتين في أكتوبر من العام الماضي، وذلك نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد الذي مر بها ولا زال حتى الآن على أيدي إدارة السجون وطواقمها الطبية بعدم تشخيصه بشكل دقيق وعدم التدخل العلاجي وفق بروتوكول طبي واضح وحقيقي، وبالتالي الاحتلال يتحمل مسؤولية عن هذه الجريمة المتواصلة من خلال عدم الاستجابة للمطالبات القانونية بالإفراج عنه لأسباب صحية أو السماح لذويه في زيارته في المستشفى، وعدم أيضا إقدامه على تسليم الملف الطبي الحديث حول حالته الصحية لمحامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وبالتالي هناك جرائم مستمرة وانتهاكات خطيرة في حقوقه وفي التعامل مع الأسير ناصر أبو حميد الذي يتم بذل أقصى ما يمكن من جهد سياسي ودبلوماسي بالإضافة إلى الحراك الشعبي والضغط الإعلامي لموازاة العمل القانوني لضمان الإخراج عنه بإنقاذ لحياته. على صعيد آخر، الأسير هشام أبو حواس الذي خاض إضرابا دام 141 يوما بدلا من أن تقدم إدارة السجون والمستشفى سافروا فيه على توفير العناية الصحية الفائقة له بسبب تأذي أعضائه الحيوية خلال الإضراب، تم تجاهل وضعه وتعامل باستخفاف واستهتار بحياته وصحته، مما أدى إلى نقل العدوى إليه وإصابته بفيروس كورونا، وهو يعاني من نقص كبير في المناعة، وهذا يرفع من مستوى الخطر الذي يواجهه الأسير هشام أبو حواس حاليا في قسم العزل في قسم كورونا في المستشفى الإسرائيلي. على صعيد آخر، هناك أيضا اليوم يفترض أن تنعقد محكمة الاحتلال في الناصرة لمحاكمة أسرى نفق الحربية في جلبوع، وستتم هذه المحاكمة عن بعد عبر تقنية زوم، في حين لم يتم إحضار هؤلاء الأطفال إلى قاعة المحكمة. واللافت في هذا الشأن أن الأسير محمد العرضة قد شارك في إضراب على الطعام منذ يوم الخميس الماضي رفضا لسياسة العزل التي تفرضها بحقه إدارة السجون، عندما فرضت بحقه عقوبات بمنع الزيارة لمدة شهرين إضافيين، بالإضافة إلى الحرمان من الكنتين أيضا والإبقاء عليه في الزجر في العزل، وهذا ما دفعه إلى خوض هذا الإضراب ضمن نضال مستمر رفضا لسوء المعاملة والعنصرية والعنصرية في رصيف الخناق عليه وعلى رفاق تربه الآخرين. طيب سيد حسن، يعني من خلال بالتأكيد متابعتكم لوضع الأسيرات في سجون الاحتلال، على ما يبدو أن الوضع يعني ليس بصراحة بالمستقر، خاصة وفي ظل مطالبات بمطالبة الصليب الأحمر بإرسال طاقم طبي إلى سجن الدامون لمعاينة الأسيرات. بداية، هل وردتكم أي أنباء حول الوضع الصحي للأسيرات خاصة اللواتي ثبتت إصابتهن بالكورونا في هذا السجن، وماذا عن تفاصيل المطالبة بالطاقم الطبي؟ يعني بالتأكيد جائحة كورونا تفتح السجون، وهناك زيادة ملحوظة في أعداد من أصيبوا في سجن النقب وفي أوفر وفي ريمون،
إضافة إلى 7 أسيرات أصبنا في معتقل الدامون، حيث تم حجر القسم وإغلاق السجن، وبطبيعة الحال يشمل ذلك المحامين، يشمل ذلك الزيارات العائلية بسبب انتقال العدوى من السجنين إلى الأسيرات، وكذلك الأمر الأصعب لأنه لا يوجد تخالط مع أي إنسان آخر سوى مع طواقم إدارة مصلحة السجون بشكل أو بآخر. نحن قلقون جدا بطبيعة الحال على الحالة الصحية التي تمر بها من يصاب بهذا الوباء في داخل السجون، لقناعتنا ولتيقننا من أن الخدمات الطبية لا تقدم لهم بالشكل المناسب. لا يعقل أن يكتفى فقط بالزاد بمن يصاب في حالة عزل وشكل تام، هم بحاجة إلى مدعمات، بحاجة إلى مواد فيتامينات ومواد غذائية خاصة لتحصين المناعة الجسمانية لديهم، هم بحاجة إلى معقمات ومحاليل، بحاجة أيضا إلى توفير البروتوكول الطبي وتطبيقه المتوافقة على المعايير التي شرعتها منظمة الصحة العالمية في هكذا حالات. ولكن إدارة السجون لا تزال تتعامل باستهتار واضح فيما يتعلق بحماية ووقاية الأسرى داخل السجون من حمايتهم من فيروس كورونا، حيث وصل العدد الإجمالي لمن أصيبوا من الأسرى في فيروس كورونا إلى 410 أسرى وأسيرات على منذ بدء هذه الجائحة. وبالتالي بالتأكيد نحن عندما نطالب الصليب الأحمر بتوفير طاقم طبي وزيارة الأسيرات، لقناعتنا بأن الصليب الأحمر هو الجهة الوحيدة التي يسمح له بالدخول إلى السجون ويستطيع إيفاد طواقم طبية إذا ما راقب بذلك، وإذا ما سمح له أيضا من قبل إدارة السجون التي ترفض السماح لأي طواقم طبية محايدة من أي جهة كانت للدخول إلى السجون. إذن على ما يبدو بصراحة تضييقات متواصلة سواء على الأسرى المضربين عن الطعام والذين يخوضون بالتأكيد مسيرة طويلة في هذا الإضراب رفضا لاعتقالهم الإداري، أو حتى على الأسيرات اللواتي يخضعن ويتواجدن في سجون الاحتلال ضمن تضييقات متواصلة، ولربما بالتأكيد التأثير عليهن من ناحية الكورونا وتسجيل هذه الإصابات وصولا إلى مقاطعة لمحاكم الاحتلال من قبل أسرانا كخطوة بالتأكيد احتجاجية على ما يمارس بحقهم من انتهاكات متواصلة. إجمالا نحن سنواصل معكم بأي جديد فيما يتعلق وملف الأسرى الذين نتمنى لهم السلامة، كل السلامة والفرج القريب والعاجل. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ حسن عبد ربو الناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، شكرا جزيلا لك، وسنواصل مع حضراتكم والمزيد من فقرات